شنو هما الحوايج اللي كيزيدوا من احتمال انك تمرض بالقلب ويمكن لك تجنبهم ولا تأثر فيهم؟ اول حاجة الكارو، التدخين. ثاني حاجة ارتفاع الضغط ولا التونسيون. ثالث حاجة السكر، يعني مرض السكري. رابع حاجة الكوليسترول ما تيكون طالع. خامس حاجة السمنة ولا الطبوزية، خصوصا من جهة الكرش. الى عند العيالات دورة الكرش فات 88 سنتيم ولا عند الرجال 102 سنتيم، فهذا تشكل خطر على القلب. سادس حاجة العجز، الخمولية، عدم الحركة. سابع حاجة الشراب، أي المشروبات الكحولية. وثامن حاجة السترس. هادشي اللي قلناه راه مصلحتكم، وحنا هنا باش نعاونكم. سيادنا رمضان كريم.